بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. باب الاعتكاف. والاعتكاف فيه خلوة، ومن أجل ذلك جعل أهل الله الطريق إلى الله يبدأ بالذكر ويتوسط بالتربية وينتهي بالخلوة. والخلوة مأخوذة من الشرع الشريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء، يختلي فيها فيتزود ويذهب هناك في ذلك العلو حتى ينقطع ويتبتل صلى الله عليه وسلم للعبادة. إذن الاختلاء للعبادة من سنة الأنبياء ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ذلك كان قبل الوحي وكان بعده، حتى إن الوحي قد جاءه مرات في غار حراء، ولما فطر الوحي كان ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث في غار حراء ينتظر الوحي كما ثبت في البخاري وغيره. ومن أنواع الخلوة الاعتكاف، وهو البقاء في المسجد. والاعتكاف عند الإمام الشافعي يكون ولو للحظة، يعني لا أقل له. ولذلك ترى الشافعية إذا ما دخلوا المسجد نووا الاعتكاف، لأنه يعد له اختلاء للعبادة عن حياة الناس والأسواق وما يجري فيها من معاملات فترة بقائه في المسجد. ولكن الإمام أبا حنيفة اشترط الصوم في الاعتكاف، ولذلك لا بد ألا يقل عن يوم وليلة حتى يكون المعتكف صائما عنده. الشافعي لم يشترط الصوم في الاعتكاف إلا إذا كان منظورا، إذا نظرته على نفسك وقلت نظرت لله أن أعتكف، يبقى دخلنا هنا في الاعتكاف الذي يحتاج المعتكف فيه إلى الصيام، يعني أقل 24 ساعة، يعني يوم بليلته أو ليلة بيومها. لكن إذا اعتكفت أكثر من يوم واحد وكان هذا الاعتكاف فيه يوم جمعة، يبقى لابد عليك أن تعتكف في مسجد جامع، مسجد يجمع فيه للجمعة، لأنك لو اعتكفت في مسجد لا يجمع فيه، لأن كان مسجدا صغيرا ويغلق يوم الجمعة حتى يجتمع الناس في المسجد الكبير، فإنه لا يجوز لك أن تبقى في هذا المسجد فتفوتك صلاة الجمعة، فإن الله سبحانه وتعالى لا نتعبده بما يغضبه ولا بما ينقص من شعائره التي فرضها عليه. والاعتكاف في أساسه اعتزال للعبادة، ولذلك يجوز لك أن تقضي حوائجك التي لا بد منها أثناء الاعتكاف، بأن تخرج للوضوء، بأن تخرج لقضاء الحاجة، بأن تخرج لشراء الأكل والشرب وتعود مرة ثانية. فهذه الأشياء أحوجنا الله إليه، فهو الذي أحوج الجسم البشري للأكل والشرب وقضاء الحاجة والنوم وغيرها من الحاجات التي لا يستقيم جسد الإنسان إلا بها. ولذلك إذا ما خرجت من المسجد خرجت لقضاء هذه الحوائج فلا بأس بذلك. وفي الاعتكاف غير المنظور تخرج أيضا لعيادة المريض ولصلاة الجنازة عليه والعودة وللعزاء ولأمثال هذه الأشياء التي فيها تكافل بين المسلمين وبر ورحمة وصلة رحم. وكذلك إذا أمرك أبوك أو أمك بشيء لقضائه تخرج من الاعتكاف تقضيه ثم تعود إليه من غير انقطاع له. أما المنظور فإنه لا يصلح فيه شيء من ذلك إلا
إذا فعلته اضطرارا كبر للوالدين أو إنقاذ للحياة فإنك تستأنف، يعني تعيد مرة ثانية ما نظرته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وإن قد فرض النذر علينا يكره النذر حتى لا تضيق نفسك ولا تعلم ما الذي سيحدث، ويقول صلى الله عليه وسلم إنما يستوفى به من البخيل، كأنه يكره أن تفعل الخير بموجب قسم ونذر تقسمه على نفسك. لا، أنت افعل الخير من غير القسم، وحينئذ ستكون قادرا على أداء ما هنالك بيسر وعدم حرج. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الرأفة والرحمة، وما جعل علينا في الدين من حرج، ورفع عنا الضرر والضرار، وقال لا ضرر ولا ضرار، وكان أرحم بأمته منا، فقال أنا منكم مثل الوالد للولد صلى الله عليه وآله وسلم. فالاعتكاف على كل حال سنة وليس فرضا، إلا إذا نذر فتعرض له الفرضية من أنك قد أقسمت بالله العلي العظيم أن عليك كذا، فيكون من قبيل الوفاء باليمين. فيقول سنة، سنة يعني سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح إن نوى بالمسجد المسلم بعد أن ثوى، لو لحظة وسن يوما يكمل، وجامع وبالصيام أفضل. يبقى إذن اللي احنا قلناه كله قالوا هو في بيتين، لخص الحكاية إنه مسنون، وإنه يصح من المسلم في المسجد، وإنه ولو لحظة، وإنه يسن إنه يبقى يوم كامل، ما كانش منظور ما هو مسنون بقى، وإنه يكون في الجامع عشان ما تضيعش منه الجمعة، ولكن ويكون صايم ما دام في يوم كامل أفضل. ماشي. وأبطلوا النظر التوالي بالوطئ واللمس مع الإنزال. أما لو نظرت بقى فندخل في دور الواجب، أنت اللي أوجبته على نفسك، فيبطل الاعتكاف. الاعتكاف أنت خلاص اعتزلت عن الدنيا، فيبطل بالجماع، جماع النساء، وأيضا بالإنزال المتعمد. طب افرض واحد نايم واحتلم في المسجد وهو معتكف، لا شيء عليه، لأن إذا نامت العينان انطلق الوكاء كما في الحديث. إذن ما هوش مالك لنفسه، لا يملك نفسه، لا بخروج منه بالنسيان. لو خرجت وانت ناسي مش واخد بالك، ته عن مخك ان انت في الاعتكاف، اتشغلت وتشغل بالك، خرجت وانت ناسي، ارجع تاني ما يبطلش. او لقضاء حاجة الانسان، قلناها دي تقضي حاجتك وترجع، لان هنا في المسجد اللي احنا فيه ده مفيش دورة مية، دورة المية بره جنبيه اهو، يبقى اطلع له واجي تاني. او مرض شق مع المقام، واحد بقى لازم يتنقل المستشفى، لازم عنده حمى والدنيا برد، اوعى تكمل لغايه ما يموت، قتلوه قتلهم الله. هل لا سالوا اذ جهلوا؟ والحيض والغسل من احتلام، افرض انه احتلم يروح يطلع بره و يغتسل. طب افرض واحدة معتكفة ينفع؟ ينفع، جالها الحيض بقى تاخد بعضها وتمشي تعبدا، يبقى الامر مش لازم يعمل اللي في مخك ده، انت متعبد ربك. والاكل والشرب او الاذان من راتب والخوف من سلطان، واحد بيدوروا عليه علشان يقبضوا عليه وهو معتكف، يجي مزوغ على طول، هو اللي بيقول كده الشيخ، الشيخ بيقول كده، ما لناش دعوه، ما نقدرش نغير، لاحسن بتوع الشرطه يزعلوا مننا ولا حاجه. زوغ يا ولد على طول كده، تزوغ ايه؟
على البيت على هنا، المهم ما تخليهوش يقبض عليك. فاللهم يا ربنا اكفي عنا شر خلقك